بدأت ألعب تنس طاولة بعد الحادثة بثلاث سنين، بدأت أمسك المضرب تحت دراعي وفشلت، وبعد كده حاولت فمسكت المضرب ببقي وبدأت أعدي الكورة بس بعد الحادثة بثلاث سنين في 86. أحسن حاجة حققتها في حياتي كلها عامة الجواز. في مجال تنس طاولة كل ماتش أنا بكسبه وبحس إن أنا يعني بحقق، وإن شاء الله أنا جوايا أمل إن شاء الله أنا أفضل من كده وأحسن من كده إن شاء الله، ومفيش حاجة اسمها مستحيل. يعني بتمنى إن أنا أكون في يوم من الأيام بطل العالم في الكلاس بتاعي. لما تيجي الدعوة بصفة شخصية من الاتحاد، وطبعا على رأسهم الأستاذ أدهم شرارة والاتحاد الإفريقي الباشمهندس خالد صالحي، ده أعظم تكريم بالنسبة لي. أنا كده يعني قمة السعادة، وحاسس إن أنا فعلا يعني بستمتع بتنس الطاولة مع أبطال العالم. تنس الطاولة في مصر مميزاته ان اللعيبة نفسها بتحب اللعبة، وفي مستويات طبعا جامدة جدا جدا، وبدليل ان احنا ربنا كرمنا وخدنا ميدالية برونزية في الاولمبياد الكابتن سامح عيد. He played very good. I could not believe. He played really, really good. I can't believe he play with the mouse. I'm really happy. I mean, to meet Ibrahim and to play against him, it was fantastic.